ازيك؟ ازيك يا منى؟ الاخبار؟ عاملة ايه؟ اتفضلي. كل كويس؟ Tu te rappelles ce qu'on a fait la fois passée? C'est l'heure du premier groupe. انا اسمي منى ابو زهره، عندي 25 سنه. دراستي الاساسيه كانت حقوق، وفي اخر سنه جامعه جات لي الفكره انه ابدا ادرس سواء لغه او ادرس بيانو. جات لي فكره السنتر اللي احنا فيه دلوقتي اميده، انه ليه ما اعملش مكان يجمع ناس كتيره وابقى عن طريقه بنشر مش بس فن زي الرسم او الموزايك او البيانو او حاجه كتير، لكن ابقى بنشر عن طريقه ثقافه. وبالفعل بدات من سنتين، لقيت تشجيع من صحابي جدا، فيا جماعه انا النهارده هبيض، طيب تعالوا عايزاكم معايا. في خلال السنتين دول جالنا عدد مختلف، من أول سن 4 سنين لحد 70 سنة. بقى هنا المكان اللي احنا فيه ده، المكان اللي أنا بعزف فيه، المكان اللي أنا لو زهقانة هسمع فيه موسيقى، المكان لو أنا هدرس فرنساوي فهيبقى هنا، لو هرسم والناس هتيجي ترسم معايا هيبقى هنا، وساعة لما نتكلم نيجي نتناقش واحنا قاعدين من غير ما نحتاج نقعد في مكان بره ونقعد ونخرج فين. فالمكان اتحول زي بيتنا التاني.